المشاركة في هذه الطبعة 21 هي 120 عارض وبلدان مشاركة يعني الأجنبية لها مشاركة حوالي يعني فيها 10% و 90% مشاركة جزائرية 100%. الهدف تاعنا هو جذب يعني علاقات ما بين مؤسسات مشاركة وال يعني الزائرين المحترفين في هذا المجال، وكذلك يعني جلب خبرات المؤسسات المشاركة سواء أجنبية جزائرية أو جزائرية جزائرية، احتكاك ما بينهم لتطوير الاقتصاد الجزائري في مجال البناء ومواد البناء.